غافلين الله ما شاء الله شو هذا والله الغافلين والله هذول انهم معهم احد يلعبون سبت احد انا عارف الحين تغريدات بعض الجمهور يا تكفون يا اخوان حطوا الكاميرا عليهم والله ريالتيهم احسن من ريالتي الشباب اي ريالتي السبت الاحد الله إيه اكبر الريالتي هذا الريالتي لايقه شوي لايقه يا اخوان الله يحرمنا منها يا رجال طبعا جمهورنا العزيز اللي وقع عليه الاختيار لرحله الاحساء هو عطنا نسير ثاني مره على الشباب يا ولا على كاميرا يا مشعل هو قرب لي وجيههم الطيبة خلني أشوف ردة فعلهم إذا ذكرت الاسم طبعا يا أخواني أنا أشوف خلني أشوفه أعطوني أشوف يا أخواني ما أدري هل هو من الجالسين أنا ما أشوفه هل قربوا لي إياهم أكثر خلني أشوف عليهم هذا من هذا الحكيم فارس وهذا الحليم بندر وهذا الشيخ نواف وهذا أنس وهذا سلطان وصاحب الأمسية ايوه تويكس ايوه يا سلام يا سلام يا رجال هاي عينه اي والله عينه فصفص وشاهي فنان عليا تتوقعون من تتوقعون من الصور هذه يا شباب امنيه ولا توقع لا تتوقعون ابغى اتوقع ذكرني التصويت كان على اي شيء على جوجل صح؟ ايوه انا اتمنى انهم يمنعون وازع على جوجل على جوجل اتوقع محمد الطوالي عشان الوهمي انت تتوقع؟ عشان الوهمي يا رجل محمد الطوالي رونا بالله محمد الطوالي مع المحرومين صح؟ رونا اياه؟ لا شوفوا مرتاح كذا مبسوط الوهمي يوديه الحساء يوديه الحساء؟ ايه طيب من هو الاسم يا اخواني خلونا نشوف من هو منهم؟ اذا اخواني النقاد جمهورنا العزيز جمهورنا الغالي المفروض اللي داخل الاربعه دول يحرمون طبعا الاليه هي كالتالي الشخص اللي طلع اسمه الليله راح يختار لنا خمسه اشخاص يرافقونه الخمسه اشخاص هذولا بيتم اختيار واحد منهم من قبل الاداره يا سلام الشخص هذا اللي بنعلن اسمه راح يختار خمسه اشخاص الخمسه اشخاص هذولا يختارهم الان ابغى يقول لي فلان وفلان معروف وفلان وفلان ابغى يختار لي خمسه الان ومن الخمسه هذه بتختار الاداره واحد خلاص انا عرفت إذن عرفت من هو الشخص عرفت من هو الخمسه خلاص عرفت واضحين ما تتوقع واضحين خلاص من تسلم حياك الله جمهورنا العزيز باركوا معي للاخ الجميل يستاهل الاستاذ محمد الطوارة الله اكبر الله اكبر يستاهل والله محمد قايل اقسم بالله العظيم انت عندك بعد نظر انت محلل صحيح اقسم بالله يا ابو يوسف والله اللي رفع سبع وطمن سبع اني لا اعلم عزيزي المشاهد من هو المتسابق الحاصل على جائزه الرحله الى الاحساء ذهاب عوده ولا ذهاب بس انا عرفت خلاص ليش ليه بيسوي ينزل بعد ما يرجع الا في اليوم والله اذا ما شاء الله تبارك الله مبروك لمحمد طواله بالله اعطوني مايك لمحمد ولا عليكم امر بيقول خمسه صح ابعرف بالله قربوا لي محمد وخذوه شو من الشباب اللي عنده واحد اثنين ثلاثة محمد بيقول وازع محمد المسردي وبيقول أنس وبيقول يطول عمر محمد بندر هذا أكيد طيب يا محمد الطوالة السلام عليكم يا مرحبا يا هلا ألف ألف مبروك طال عمرك تم اختيارك يا بطل بإنجاز وبأحقية بدون أي تصويت وهمي طال عمرك يا حبيبي هالوجه الله يبارك بعمرك إن شاء الله تستاهل طيب يا محمد الطوالة تستاهل يا حبيبي عنا ودنا منك على عجالة تعطينا أسماء الخمس أشخاص اللي بترشحهم أنهم يكون واحد منهم خوي لك في هذه الرحلة عطنا خمسة أسماء يا أستاذ محمد لو تكرمت برشح الأسماء إن شاء الله بعد شوي لو اجتمعت مع أخوياي بشوف أنا أحتاج الآن طال عمرك أنا ما أحتاج تجتمع طال عمرك لأن اجتماعك ما وراه فود ولو وراه فود ما لقيناك نية اسمع لو ما وراي فود ما جبت الكاميرا عندي محمد يا محمد اسمعني اسمعني يا محمد لو ما وراي فود ما جبت الكاميرا عندي ما رسمع عندك حتى خيارين أما خمسة أسماء الآن ولا يتم اختيارهم قبل الإدارة شلون؟ أما تعطيني خمس أسماء الآن ولا يتم اختيار الشخص الآخر من قبل الإدارة أنا أتمنى أن يختارون الإدارة بسرعة اول شيء انا ما حددت الاسماء لحد الان بجتمع مع اخويا يمكن اختار لي واحد ما يبي يروح يا حبيبي ترى ما هو يا محمد طوال هداك يا اخي انت رشح خمسه اسماء يلا قول معي محمد المسردي قول محمد المسردي منو هذا منو انت قوله منو انت ما اشوفك
قول محمد المسردي. بالله من انت؟ يعني واحد من الجمهور نافل اكلبي اخلص. نعم نعم نعم. يلا يلا يا مرحبا. عطر خمسة اسماء. استانس. ها عطر خمسة اسماء. محمد المسردي. ايوه. محمد بندر. ايوه ايوه. وازع. اسلم. ابو صقر. اسلم. كم صار هذول؟ باقي واحد. من باقي واحد؟ باقي واحد. من انت تبغى نختار يا شباب؟ قول انس. يلا شنطة. هاد شكرا 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 يا محمد الطوالة. الله يحفظك. شكرا لك يا حبيبي. شكرا لك. شكر خاص لجمهورنا. لك شكرا لك جمهورنا العزيز. انا من هذا المكان احب اشكر الاستاذ المحلل البصير الحمد لله الاستاذ عادل هيف. توفيق من الله بيوسف. انه اول شيء استاهل. قال ابو محمود لا محلل ولا شيء. يعني احنا عارفين شغله هذا الجروب معروف. هذا الجروب معروف يعني شغله جواسيس. ما شاف الذيب من ذيل. احنا تونا جايين. انا يلا لقيت لي جاسوس البارح. ابو جاسوس شغال على اربعه يعني واحد يمكن يطلع ابراهيم ذا في ثلاثه. طيب طيب يستاهل ابو نايف بيضرب وجهك. انا امانه تراك ابهرتنا بمواهبك المتعدده. انا والله شفت تحليلك العميق. اقسم بمن حلل القسم اني استمتع معكم يا ابو يوسف. اني اتعلم منكم اشياء كثير. لا انت ابو يوسف ولا صالح ولا نتعلم منك ولا نايف. واني اتمنى معكم اني اكون ضيف يعني اكون داعن ضمن الطاقم. لكن اشهد الله اني حاولت قدر المستطاع لان التوقيت ما يناسب. لا يومي لا ما يناسب. ما نبغى توقيت لكن الجو علينا. لا بالعكس والله اتعلم منك. ضيف خفيف ان شاء الله. منك نتعلم يا ابو نايف. والله انت استاذ في النقد ومنك نتعلم صراحه. تستاهل ابو نايف وتستاهل ابو يوسف ولا هو ابو نسي. ما شاء الله صوتهم واصل بلغ الجمهور. ما شاء الله جمهورنا العزيز. ابشركم من اصواتهم واصلتنا هنا وهم